درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة، المنطقة الساحلية 15-20، المنطقة الوسطى 13-17، المنطقة الجنوبية 20-25، منطقة الجزيرة 13-25، وفي البادية 17-77. البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة للرطوبة متوسطة إلى منخفضة 70%. أحذر سكان المنطقة الساحلية من السردين ما كنت شايفين. في كشة سردين هاجمة، يعني كشة جد خطيرة جدا، أحذر منها يعني. ممكن أعطيكم مقطع منها يعني تعمل هجوم كتير يعني. بس وكل عام وانتم بخير. استاذ ناس اقرب السؤال ما يا ابني ايش جويه، مو حوار ولا مقابله، تفضل بس السؤال. ابني عندي اعرف بس بكره شو بكره الجو طقس ولا عادي ولا بكره الجو طقس اكيد خرج رقص 100% والسماء حتكون طالعه ومشان هيك ما حدا ياكلها. يعني صيف طالع اكيد يعني بكره صيف عادي؟ بكره ايه جو صيفي؟ صيف عادي ولا صيف عاده؟ لا صيف عاده عاده. طيب عادي العاده صيف العادي. ايه صيف العاده. ماشي شكرا لك استاذ. اهلا وسهلا فيكم. ماشي شكرا. عفوا.